السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل، صنعاء تتحدث عن صرف المرتبات، وإلى التفاصيل. أوضح مسؤول في حكومة صنعاء أن صرف المرتبات يأتي ضمن خطوة لاحقة لاتفاق خفض التصعيد الاقتصادي. وقال عضو الوفد الوطني المفاوض في سلطة صنعاء عبد الملك العجري اليوم الثلاثاء إن اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي ضد البنوك اليمنية مكسب لعموم الشعب اليمني في شماله وجنوبه وشرقه وغربه. وأضاف أن الخاسر الحقيقي هو أمريكا وإسرائيل، معبرا عن أمله في أن يشكل الاتفاق حافزا نحو البدء في خطوات تنفيذ الشق الإنساني والاقتصادي من خارطة الطريق حسب الاتفاق، وعلى رأسها صرف المرتبات. كما عبر عن أمله في أن يتم تجاوز الضغوط الأمريكية وعدم التجاوب معها، في إشارة إلى الضغوط الأمريكية على السعودية للتراجع عن تفاهمات خارطة السلام في اليمن. وقال إن خطوات الشق الإنساني والاقتصادي تعد حقوقا أساسية، فإنها ركائز أساسية للتهدئة والسلام، واستمرار المماطلة فيها وتجاهل هذه الحقوق قد ينزلق لا سمح الله بالوضع المحلي والإقليمي نحو مسارات مجهولة خارج نطاق السيطرة، وفق نص تصريحات العجري. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.